أعزائي المشاهدين كل مكان، أعزائي الحضور، النهاردة هنلعب لعبة كلاش رويال وهي مهكرة. طيب قبل ما نبدأ أنا هكرتها وأظن كله بطرفه، هي فات كل حاجة. بصوا بقى أنا هلعب إيه، أنا هختار هنا الراجل ده وياخد البول. أنا عايزه مثلا، أنا عايزه بحط اللي اللي عليك كمليونير. اختار بول، في بورد كده بحبه اوي. فينو راح فينو بورد، انت بورد وحش. راح فين ده؟ طيب انا كنت ساعتها خلونا نبدأ. طيب انتي سأترى صورة، طيب بصوا بقى على لعبة مرتين عشان تجيب السكيب بورد اللي انتوا اخترتوه. التهكير ده على ما اظن حلو جدا صح؟ استخدمت التهكير بقى عشان عشان افضل في اللعبة يعني فترة قياسية. بص يا جماعة، الجهاز اللي بتساعدك على انك تهبط عادي جدا، الصورة هتعرف يخليك واللعبة بعد ما تخسر. الكلمة هي كور، فبنلاقي حرف الار وناخد هدية. اللعبة دي للجوال بس، ما اظنش بتنزل على الكمبيوتر، يمكن بس ما اعرفش بقى، جربتش انا. تحطيم سكورك القديم لازم، بس انا عايز اوريكم سكوري القديم قوي جدا. انا اعلى واحد في مجموعة سيلفر، في واحد بس فوقية وهو اعلى واحد في اللعبة، تاني واحد على اللعبة. طيب انا اوصل لحرفي. لو انتوا دمرتوا سكيت بورد مش هيحصل لكم اي حاجة، البورد بس هيختفي، تقدروا تلعبوا سكيت بورد تاني عادي جدا. هعلمكم بعد ما العب الدور ده ازاي. زي ما بقى انا هخسر بقى، زي ما شايفين انا خسرت تعادلي ونزيها. جيت اوكي جيتار، بصوا بقى هتعملوا رايس بورد. ايه ده، في واحد على ابني كنت غالبه ده، اجي عليا. ايه ده، في مجموعة فوقية بس ما غلط، مش همشون مهم، بس اشتروا على انكو زي تشتروا، اشتروا على شوك تشتروا بقى، مش هدي كل بس انا اشتروا كيد بورد وغد بورد ازف، اشتروا على اللي انتو عايزينهم على ما تبقي بقى، بس لان هي يجيبوا حاجات اللي انتو عايزينها ويجيبوا اللي جاي. اعتذر على الدخول على جوجل، خطأ في الهيئة.